القصة الكاملة لمحمود كهربا النهاردة في لجنة الامتحان. تعالوا نشوف اللي حصل. خبر يهمك مع احمد مطابعة. بعد الاحداث الكتير لمحمود كهربا طبعا مع موسيماني والتفاصيل اللي انتوا عارفينها، وطبعا يعني هو دلوقتي في عقوبات من الاهلي على محمود كهربا، شهر و 200 الف جنيه غرامة بسبب طبعا تجاوزات مع موسيماني واعتراضه عن ان هو ما شاركش في مباراة طلع الجيش، ولكن اعترض بطريقة غير لائقة مع موسيماني. طبعا ايه غرامات دلوقتي، وموسيماني كمان يعني مرضيش يخليه يشارك في التدريبات الجماعية. سيبنا من كل ده كله، موضوع جديد وقصة جديدة الكهرباء النهاردة. انتوا عارفين كهرباء لسه بيدرس، كهرباء كان موجود النهاردة في لجنة الامتحان وسط الطلبة. حصل ايه بقى النهاردة في اللجنة؟ هو ده اللي هنحكيه بالتفاصيل النهاردة. كهرباء اول ما دخل لجنة الامتحان قاعد على الديسك عادي جدا، طبعا وسط يعني الناس يعني اللي عايز يصور معاه، والطلبة منبهرة او حتى يعني ايه مستغربة ايه ده يعني، وما كانش يعرفوا ان هو معاه في اللجنة. اول ما دخل اللجنة المراقبة خدت منه التليفون وقالت له، كان في ايده كده حاجة تانية، قالت له ده ايه ده؟ قال لها لا ده المحفظة بتاعتي. فقالت له اقعد على الديسك وبدأ الامتحان. اول ما بدأ الامتحان طبعا كل معظم اللجنة كانت نيح خالص، وما كانش عاد عارف حاجة، حتى منهم كهرباء ما كانش عارف اي حاجة في اي حاجة، ما كانش عارفين يحلوا يعني من الاخر. المهم رئيس اللجنه اللي كانت واقفه على كهربا كانت شاده اللجنه وما كانش في حد بيغش، لحد ما دخل شخص وخدها بيتكلم معاها بره، فبدا كهربا ان هو يطلع موبايل تاني ويغش منه. تقريبا كده كان معاه الامتحان والله اعلم. فدخلت رئيس اللجنه فجاه على كهربا فلقيته بيغش، فطبعا ايه قالت له ايه اللي في ايدك ده؟ قال لا لا ده مفيش حاجه. وبعد كده قالت له طيب ماشي، وراحت ايه سابته وطلعت، ورجعت تاني لقيته بقى ايه قفشته بالموبايل. اول ما قفشته بالموبايل راح مدي الموبايل لحد جنبه، فالمهم راحت تاخد موبايل من الشخص اللي جنبه ده، قال لا لا ده مش بتاعي بتاع الكهرباء. فراحت رئيس اللجنه عشان تاخد الموبايل من كهرباء ما رضيش يدولها، وبعد كده راحت جابت رئيس اللجان عشان يشوف ايه الموضوع وايه الحكايه. لا الموضوع مع مين؟ لا الموضوع مع كهرباء. راحوا واخدين كهرباء وعاملين له ديسك كده بره الفصل او بره المكان اللي كانوا بيمتحنوا فيه، وقال له انت هتمتحن هنا، ده مكانك اللي هتمتحن فيه. المهم طبعا اللي راح واللي جاي طبعا عايز يتصور مع كهرباء، نجم بقى ولاعب الاهلي يعني والكلام ده. طبعا ايه ما استحملوش الموضوع فراحوا مرجعينه تاني ايه الفصل. كانت ساعتها المراقبه او رئيس اللجنه دي كانوا غيروها وجابوا حد تاني، واللجنه بقت بزراميت. وطبعا اللجنه اللي كان فيها كهربا كله غش والدنيا تمام، وحتى كهربا دخل غش معاهم. خلص كهربا الامتحان من هنا وراحوا واخدينه وراح منزلينه على طول قبل طبعا الطلبه وقبل الهيصه، عشان طبعا انتوا عارفين لما بيبقى فيه يعني نجم او حد مشهور يعني بتلاقي ايه امم عليه، بالذات في موضوع المدارس ده والشباب والكلام ده. فراحوا ايه واخدينه ومسربينه ايه ومشي كهربا. كهربا بقى بيدرس فين؟ بيدرس في معهد المدينه العالي، ده فين؟ موجود في شبرمنت، ومعاه كمان في نفس المعهد يعني مصطفى محمد لاعب الزمالك. هيجي بقى يسالني ويقول لي انت جبت كل التفاصيل دي منين ويعني جيبها دقيقه قوي كده؟ اقول لكم العصفوره، وتعودوا بقى على كده عشان هتلاقوا عصافير كتير الفتره اللي جايه. ما تنساش لو انت اول مره تتفرج علينا تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه. في نهايه الفيديو نقول خبر يهمك مع احمد مطابع. السلام عليكم.